أهلا بيكم معنا من جديد مع أقوى كورس تأسيسي للأساسيات. هناخد أساسيات تكوين الجمل بانكتويشن، وهناخد حاجات كتير مع بعض أساسية لكل طالب في المرحلة الابتدائية وكمان في الإعدادية. لو مستوى ضعيف ممكن يقوي نفسه معانا في الدرس ده. مستعدين؟ لايك للفيديو، اشترك في القناة، ويلا بينا نبدأ الدرس. بانكتويشن ماركس، علامات الترقيم. قبل ما نبدأ هنتعرف على أشكال الحروف الكابيتال ليترز والسمول ليترز. ليه في شكلين للحروف؟ عشان ده المستخدم معانا في البانكتويشن في الترقيم. عندنا الحروف عموما لهم شكلين، من أول A to Z، يعني من أول حرف الـ A لغاية Z حرف الزت. هنستخدم إمتى الحروف الكابيتال اللي هي باللون الأحمر ده؟ لو هنبدأ بالحاجات دي. أولا، واحد، بنستخدم الكابيتال ليتر في عدة مواضع، منها واحد بداية الجملة عموما، سواء بقى خبرية أمرية استفهامية أي حاجة، أبدأ أكتب أول حرف كابيتال. زي إيه مثلا؟ he is happy، هو سعيد. عندي كلمة he هنا بدأت بيها بحرف ال H وهو حرف كابيتال. open your book، دي جملة أمرية، عندي ال O هنا مكتوبة كابيتال. is it a cat، هل هذه قطة؟ عندي ال I في كلمة is وهي أداة استفهام بدأت بيها كابيتال. إيه كمان يا مستر؟ أسماء الإنسان، ولد أو بنت، ألي، منى، كريم، هاني، إتسيتر، أي اسم. وسط الكلام أول الكلام مش هتفرق، بخليه كابيتال. الكلام ده في كل الكلمات، من لما تلاقي الكلمة دي في أي مكان في الجملة، في الأول أو في الآخر خليه كابيتال. أيام الأسبوع، ساتردي، ساندي، ماندي، فرايداي، يعني غير دول، كل ايام الاسبوع لازم نكون حافظينهم. حاجات اساسيه ما ينفعش ادخل الانجليش غير وانا عارفها، زي ايام الاسبوع. شهور السنه زي مارتش، ابريل، اوغست، اكتوبر، رمضان، شوال. ايوه الحروف الاشهر دي هجريه، ولكن هي اسماء علم لازم اكون عاملها كابيتال. ايه تاني يا مستر؟ المدن والبلاد والقارات، كايرو، داميتا، ايجيبت، افريكا، يوروب. اوكي، البحار والانهار سواء معرفه او غير معرفه، هنا معرفه بذا. البحر نفسه اسمه ريد سي، البحر الاحمر. ريفر نايل، نهر النيل، او النيل، ذا نايل، كلمه نايل. ايه تاني برضو معاي؟ الجنسيات، هنا بيقول لي ايجيبشن يعني مصري. المواد واللغات زي مثلا انجلش، فرنش، جيرمان يعني الإنجليزية أو الفرنسية والألماني. الضمير في أي مكان في الجملة إذا كان فاعل ولو بدأت به الجملة. تمام جدا. الأعياد زي مثلا عيد الفطر، أي عيد ببدأ به حرف أول منه حرف كابيتال، شم النسيم وهكذا، كريسمس. المعالم المشهورة اللي مفيش منها غير حاجة واحدة بس، ماشي، أو الحاجات المتفردة مثلا The Egyptian Museum، المتحف المصري، The Sphinx، أبو الهول. الاختصارات زي مثلا Miss، Mr، Doctor، CD، TV وهكذا. ده كان الحروف الكابيتال. بعد كده تعالوا نعرف هنستخدم امتى حاجة اسميها الفول ستوب. فول ستوب هي النقطة، النقطة بنحطها فين؟ في آخر الجملة، آخر الجملة الخبرية والأمرية. لاني عندي جمل تانية، عندي استفهامية وعندي تعجب. تعال نبص كده. She visited the museum yesterday. She visited the museum yesterday. هي زارت المتحف yesterday، امبارح. خبر، نقطة. Close your book او open your book، افتح كتابك او اقفل كتابك، بديلك امر، بقى نقطة. بعد كده بيقول لي علامات التعجب، العلامة اللي هي زي الواحد دي وتحتها نقطة، exclamation marks، بحطها امتى؟ اي كلمة بتعبر عن المشاعر، سواء حزن، فرح، اندهاش، انفعال، كلام ده كله. يعني مثلا هاي ده ترحيب، بعدها علامة التعجب، my name is Hannah. هنا بيقول له واو ده اندهاش. the pyramids is very big، الهرم ده كبير جدا، برضو تعجب. We won the game، انفعال، احنا فزنا بالمباراة. هنا انفعال شديد، بحط علامة تعجب. طيب بعد كده بيقول لي question mark، العلامة اللي بعد كده،
علامة الاستفهام question mark، بحطها امتى؟ من اسمها بينة استفهام، يبقى في سؤال. السؤال ليه شكلين، يا اما هل، يا اما بستخدم كلمة استفهام. اي فعل مساعد معناه هل. تاني يا مستر، اي فعل من verb to be او do او have او 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 من الافعال الناقصة يستخدم بمعنى هل، كله في زمنه، يعني am, is, are, was, where, do, does, did, can, could، كل الكلام ده معناه هل، بتكون اجابته yes or no. ولكن هنا انا عايز افهمك، لما تلاقي واحدة من دول تحط في اخر الكلام علامة استفهام. Are you happy؟ هل انت سعيد؟ Was she at home؟ هل هي كانت في المنزل؟ Did you play tennis؟ هل انت لعبت التنس؟ كل ده بمعنى هل، يبقى لا اشوف الكلمة دي او دي او دي في النهاية بحط علامة استفهام. ايه تاني بحط له علامة استفهام؟ الكلام ده اساسيات لازم نفهمه ونحفظه كويس. لما الاقي كلمة من كلمات الاستفهام، كلام الاستفهام كتير، ولكن منهم what يعني ماذا، where اين، when متى، why لماذا او ليه يعني، who من، how كيف لما تكون لوحدها، how old كم عمر، how many كم عدد. بدأت بكلمة من دول، بدأت، ادينا علامة استفهام في الاخر. What's your name؟ ما اسمك؟ Where do you live؟ أين تعيش؟ Who played chess؟ من لعب الشطرنج؟ How old are you؟ كم عمرك؟ جميل جدا. طبعا الفيديو ده تكتبه وتكتب المعلومات اللي فيه في كراستك وتوقف الفيديو وتدون الكلام ده وتحفظه، ما ينفعش تكمل في الانجليش من غير ما تكون عارف الأساسيات دي. لو مهتم بمحتوى القناة وصلت معنا لغاية هنا، ياريت تشترك معنا في القناة وتدعمنا بلايك للفيديو، ولو تعرف حد غيرك محتاج الفيديو شيره معاه. بعد كده كوما، الكوما هي الفصلة. يعني ايه فصلة؟ الفصلة بتكون فصلة سفلية، لان يعني في عندي فصلة علوية وفصلة سفلية. السفلية اللي من تحت، من اسمها كده سفلية يعني اسفل الكلمة، بحطها في كذا حاجة. اول حاجة مع كلمة yes or no، اكتب yes or no وراها فصلة من غير وانا مغمض. يعني انا بيقول لي yes I do، no she can't، لا هي لا تستطيع. بعد yes or no بحط الفصلة. الترقيم ده على درجات، بيكون سؤال في كل المراحل، قبل please او بعد please. يعني ايه قبل وبعد؟ سهلة جدا والله. لو please اول الجملة بعدها ايه؟ بعدها كوما. طب اخر الجملة قبلها كوما، بس كده. بس كده. لو في اول الكلام وراها كوما، اخر الكلام قبلها كوما، تمام. Please open the door. Open the door please. نفس الكلام لما اكون بكلم حد، بنده على حد، احمد، محمد، علي، عمر، لسه هقول له كلام تاني بعد كده، احط وراه كوما. طب لو خليته في الاخر احط قبل منه كوما، زي كده مثلا احمد انا بخطبه اهو، عايز ايه منه، حط له كوما الاول، احمد كوما open the door. طيب open the door مين ده اللي بيتكلم؟ قبل ما تقول اسمه كوما، منى. اوكي اخر حاجة عشان افصل بين حاجات كتير انا عايز ارصها ورا بعض، بس تكون اكتر من اتنين تلات، تمام كده. مريم بوت، مريم اشترت، اشترت ايه؟ حاجات كتير، يبقى كل حاجة فصلة فصلة لغاية الاخر احط and. a pen, a pencil, a book, a sharpener and a bag، تمام كده. لكن لو اشترت حاجتين بس، اقول مثلا a pen and a bag يعني قلم وشنطة، اكتر من اتنين احط الفصلات لغاية ما اوصل قبل الاخيرة. اظن الموضوع سهل جدا. فاضل معايا حاجة اسمها apostrophe، ايوه اسمها كده apostrophe، اللي هي الفصلة العليا اللي هي من فوق. بستخدمها امتى بقى؟ ليها استخدامات زي ايه مثلا؟ مع الاختصارات. يعني كلمة دي can not، اصلها can not، اختصرت حشت الاو صح، فبتبقى ايه؟ can't. انا حشت حرف بحوش وبعمل مكانه apostrophe. are not، aren't. طب is not، خلاص بقى اتعلمناها، isn't. يبقى دي اختصار مين؟ he is، حشت الاي apostrophe. I am، حشت الاي apostrophe. we are، حشت الاي برضو apostrophe. يبقى الاختصارات لتعوض عن الفعل الناقص. طب حاجة تانية، تستخدم مع اسماء او الاشارة للملكية. this book is Noah's،
نهز هنا الاس دي يعني ملكها. اوكي يعني يخص مين؟ يخصه نوع. اوكي هنا في الشكل اللي قدامك ده بيقول لك حاول تعمل بانكتويت يعني ترقم الاشكال اللي قدامك عندك من اول نمبر 1 لغايه 15. يا ريت كل اللي يعرف يجاوب سؤال يعمل علامات الترقيم دي في التعليقات تحت، وانا هصحح بنفس الحاجات دي وهرد عليكم في الفيديو ان شاء الله. اشوفكم الفيديو الجاي في الدرس الثاني من التأسيس، درس مهم جدا جدا، تابعنا عشان يوصلك كل جديد. ادعمونا بلايك للفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.